اليوم سنناقش مستقبل التعليم عن بعد، كيف يمكن تطويره، مع الخبير التربوي حسام عواد. صباح الخير لك أستاذ. صباح الخير وجمعة مباركة لك ولهذه المقدمة الجميلة اللي تفضلت فيها عن التعليم الإلكتروني. يعني إن شاء الله يكون وفرنا عليك شوي، غطيتي بشكل ممتاز بعض المحاور. عندما نتحدث عن يمكن الإطارات العريضة، هناك الكثير من العناصر الأساسية واللي يمكن من خلال التجربة وخبرتنا في جائحة كورونا علمتنا الكثير من الأمور في هذا السياق، ولكن اليوم نحن نتحدث عن مرحلة جديدة وتقدم مستمر، بالتالي يجب علينا تحديث هذه المنظومة. صحيح. ما الذي نحتاجه اليوم وما هي العناصر الأساسية لعملية التعلم عن بعد التي نحتاجها اليوم تحديدا؟ من المهم جدا في البداية أن نعي أن التعليم الإلكتروني لم يعد خيارا أو بديلا ترفيهيا، هو أصبح حاجة وضرورية. طبيعة الجيل واستخدامه المستمر للتقنية، هذا جيل رقمي كل شيء، يعني فرض عليك لغة جديدة. طبيعي أنا كمعلم الآن بدي أتعامل مع جيل رقمي، فلازم تكون لغتي مناسبة لهم، ثقافتي، أدواتي، أسلوبي في التدريس، مناهجي. فبالتالي إحنا دخلنا عصر الرقمنة، فأنا ما بستطيع أحيد التعليم وأحافظ على الشكل التقليدي. التعليم الإلكتروني أصبح الآن مفروض، وإحنا بعد مثل ما حضرتك تفضلتي بعد جائحة كورونا، إحنا كل المجتمع الأردني والمجتمع العربي بل المجتمع الإنساني أخذ كورس تدريبي مكثف في التعليم الإلكتروني. ولكن كان له ما له وعليه ما عليه. طبيعي. ولكن لازلنا إلى اليوم، ولا أعرف إذا هذا كان الموضوع يعني خاطئ أم هو نقص بشكل معين، لازلنا نتحدث عن الموضوع ونعتبره كمكمل كخيار. هل هو فعلا خيار أم هو واقع جديد يجب أن يتم تبني؟ نعم، إحنا في المجتمع الأردني بشكل عام، يعني في المدارس في الجامعات، أصبح شيء طبيعي نمارس التعليم المدمج، إنه يجي المحاضر الجامعي أو المعلم يعطي جزء كبير من المادة في الغرفة الصفية ويتواصل في جزء من المادة أونلاين مع الطلاب. هذا في الحياة الجامعية أصبح شيء طبيعي وشيء غير يعني ملفت للنظر. أي طالب جامعي جزء من مساقاته الجامعية ممكن يأخذها أونلاين عبر أي تطبيق أو عبر أي منصة. بالنسبة للتعليم المدرسي أيضا، أي طالب يغيب عن غرفة صفية بيصير معه ظرف قاهر، مرض مثلا معين، بيصير احتياج عنده حاب يعيد الحصص، عنده بطء تعلم، منصة درسك موجودة. وعندنا في الأردن شيء جميل جدا، إحنا عندنا وفرة في المحتوى التعليمي على المنصات اليوتيوب. هل هي بالشكل المطلوب؟ مش بالشكل المطلوب، إحنا عندنا وفرة بس مش بالجودة. وين الوفرة هنا عندما نتحدث يعني، وهذا ما سيقودني إلى فكرة أنه المحتوى الموجود هل هو مناسب لفكرة التعليم الإلكتروني؟ يعني هل كل منهاج هو قادر على أن يتقولب بشكل وجاهي وأيضا بشكل إلكتروني بنفس القيمة وبنفس الأدوات وبنفس الأسلوب وبنفس المنهجية؟ المعلم الآن اللي بيمارس عملية التدريس للطلاب له الحرية أنه يحول أي درس أو كتاب لمحتوى تعليمي على شبكة الإنترنت، لكن السؤال هل هناك جهة ضابطة تضمن عملية جودة ما يتم تحويله أو حوسبته أو رقمنته؟ يمكن إحنا بحاجة لهذا الشيء. مؤخرا مشكورة وزارة التربية والتعليم صدرت مشروع وقرأت المسودة خاصة بموضوع ضبط وتنظيم التعليم الإلكتروني وعمل حتى المنصات التعليمية بحيث يكون في شيء من الجودة، بحيث نضمن هذا المحتوى محتوى مناسب، محتوى ملائم، لغته صحيحة، المعرفة صحيحة، موظف بشكل ممتاز. وفي معايير كمان أنت للمحتوى الإلكتروني اللي أنا بدي أوجه فيه للطلاب. يعني أنا مثلا بالغرفة الصفية ممكن أعطي غرفة بالحصة الصفية 45 دقيقة، طبعا هاي بيكون فيها تفاعل وتشارك وتجارب ولا آخره. الفيديو التعليمي مش مطلوب منه يكون 45 دقيقة، أنا ممكن أختزله بخمس دقائق سبع دقائق ما حسب شو الشكل المقدم وبدي وما يتبع ذلك. إحنا عندنا إشكالية في التعليم بشكل عام، موضوع ممارسة التلقين وعدم التوجه للتعلم النشط. للأمانة لما جاء التعليم الإلكتروني المفروض أني أنا أستخدم التلعيب بالتعليم، يعني أحول بعض الألعاب التعليمية وأوظفها لشكل من أسباب التعلم، أعمل المختبر الافتراضي بحيث الطالب يطبق ويتفاعل ويشتبك مع المحتوى التعليمي. هذا الشيء للأمانة للأسف إحنا ما عملناه، إحنا أخذنا نفس ستايل التعليم التلقيني وفرضناه على التعليم الإلكتروني. فأنا مثل المعلم اللي كان يعني دائما أمام اللوح يشرح بشكل ملقن، هو نفس المعلم اللي أصبح أمام الكاميرا. يعني هنا نتحدث أيضا عن مهارات جديدة يجب أن يتقنها المعلم حتى يستطيع أن يكون معلم ناجح إلكترونيا. طبعا. سنتحدث أكثر في هذا السياق، ولكن لازلنا نقول إنه المادة التعليمية يعني
حتى إذا خرجنا عن فكرة الجامعات والمدارس، حتى الدورات التعليمية في مجالات المهنية، في مجال المهارات الحياتية، في مجال العمل، يعني بتعرف الآن الدورات بسبب هذا التسارع الكبير في المعلومة ومن ناحية تطور القطاعات استلزم أن يكون هناك دورات تعليمية مختلفة. هل الدورات كانت هي سباقة في أن تتبنى المنهج الإلكتروني؟ كنا قد شاهدنا أيضا على يعني على مستوى العالم أنه حتى الجامعات كانت إلكترونية تعطي دورات تعليمية في مجالات مختلفة، بتعطي بكالوريوس وماجستير أونلاين، هذا قبل حتى جائحة كورونا. فبالتالي الدورات هنا حتى التفاعل، فكرة التعلم في أي معلومة معينة، هل التعليم الإلكتروني ساعدها للانتشار بصورة أكبر؟ التعليم الإلكتروني وفر لنا الدورات بشكل أفقي، كم كبير جدا من الدورات الآن متاحة، أي شخص مع خط إنترنت وجهاز موبايل يستطيع أن يتعلم أي شيء، وأيضا في البعد العمودي أنه أنا بستطيع كمان أتخصص جوا هذه الدورات. البيئة التعليمية الإلكترونية بتعطي لي دائما خيارات بحيث أني أطبق وأمارس مباشرة من خلال أسلوب المحاكاة، وأيضا بعد المنصات التفاعلية أثناء تعلمي بتقيس أدائي أولا بأول، هذا لا يحدث في الغرفة الصفية، بحيث أنه هذا الذكاء الاصطناعي الموجود في هاي المنصة التعليمية يستطيع أن يقيس أدائي وشغفي وميولي ومستوى تعلمي، وأيضا يتبع ذلك عملية إنعاش ذاكرتي بالمعرفة التي تعلمتها من خلال الرسائل من خلال الإشعارات. هذا شيء طيب وهذا شيء جدا مهم، وأيضا يؤسس لثقافة التعلم مدى الحياة. ما قبل التعليم الإلكتروني كان عندنا ثقافة مغلوطة، أنا الإنسان إذا انتهى من البكالوريوس مثلا خلص يعني أنا انهيت التعلم. جاء التعليم الإلكتروني ليقول التعلم مدى الحياة، طول ما أنت موجود في المنصة التعليمية ستجد مزيد من المصادر. معناته وتيرة التعليم ليس برأيك يجب أن تتغير بما أنه التعليم مستمر؟ يعني يجب أن يكون هناك متعة في عملية التعليم طبعاً. يجب أن يكون هناك تفاعل مستمر. الفكرة والانطباع الذي لا يزال موجود واللي خلى كثير من الناس يأخذوا موقف تجاه التعليم هي طريقتهم. هلا بدي أسأل سؤال، ليش أنا لما كنت مثلا أحاول أحل أسئلة سؤال رياضيات أو فيزياء مثلا وعجز عن الحل أشعر بالياس، لكن لما أروح بمسك بلاي ستيشن ألعب جيم أفشل وأعود الكرة، أفشل وأعود الكرة وأستمتع، التجربة اختلفت. يأتي هنا السؤال، هل أستطيع أنا أخذ بيئة الجيم وأضعها في التعليم بحيث أطلع تجربة مميزة شيقة تفاعلية مع هذا الطلب؟ الجواب طبعا نعم، لكن هذا بحاجة أنه إحنا التعليم الإلكتروني يتم النظر إليه بشكل مدروس ويكون في عندنا خطة من البداية، يتم بناء المحتوى بحيث يكون تفاعلي شيق مرن، أيضا مراعاة تجربة المستخدم. قد يأتي يوم أنا لما أدرس مثلا مادة العربي للطلاب، أحد الطلاب أطلب منه قراءة مثلا قصيدة بسيطة لحيدر محمود، شاعرنا الأردني المعروف، وطالب آخر لأني أنا استشرفت أنه هذا الطالب قوي في اللغة العربية أعطيه قصيدة للمتنبي. حتى المنهاج أنا ممكن بعد قليل أفتح إثراءات بناء على مستوى أداء الطالب، والطالب الذي ألحظ عنده يعني صعوبة في التعلم أطلع له محتوى خاص فيه. المهام اللي أنا يعني أطلبها من الطلاب كمان أنا بستطيع من خلال الذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية تتبع سلوك أداء الطلاب. هنا سأشعر أنه في طالب عنده شغف بمادة الرياضيات فأستشرف أنه هذا ممكن يكون مهندس، طالب عنده شغف بمادة اللغة العربية ممكن يكون إعلامي مسوق محامي إلى آخره. حتى من خلال سلوك الطالب في خلال عملية التعلم، هل الطالب ييأس سريعا من خلال إجابات السؤال أم يحاول؟ فبعرف عن نمط شخصية الطالب أنه هذا طالب ملول، هذا طالب شغوف، هذا طالب عنده إرادة. وهي التقارير أنا لما بقدمها للبيت أنا بستطيع أساعد في عملية التربية واستشراف مستقبل يعني الطالب. التنمية وتوجيه المربين جداً للخصال أو حتى السمات التي من الممكن استثمارها طبعاً في طبعاً إن كان الطالب أو حتى فيك أنت كشخص، يعني حتى لما كبرنا يمكن وتفاعلنا مع إلكترونيا خلانا نستكشف الكثير من الشركات يعني التجارية اليوم لما أنا وياكي مثلا نحكي على مثلا ساعة، نحكي ماركة معينة للساعة، مش بتصير تطلع لنا الإعلانات استخدموها بشكل تجاري؟ أنا ممكن أستخدمها بشكل تعليمي. طب هذا بس سريعا يعني هذا الموضوع ألا يجعلك إلى حد ما مكشوف إلكترونيا؟ بمعنى أنه كثير من الأمور يعني بتعطي كسل فكري، يعني بتبحث عن أي معلومة بتلاقيها بالإنترنت، بتبحث عن أي طريقة، احترام الأستاذ وهرة الأستاذ، بتعرف يعني إحنا لساتنا مرتبطين وجاهيا ببعض الأمور. ما الذي ممكن أفتقده في عملية التعليم الإلكتروني بشتى وسائلها أو حتى مستوياتها وأجده في التعليم الوجاهي؟ وما هو الشيء العكس الذي نستطيع كما قلت يمكن بيئة أن ننقل بعض البيئات من مكان إلى آخر؟ أنا حكيت التعليم الإلكتروني المهم ولكن ليس بديلا عن التعليم الوجاهي.
لأنه التعلم عملية إنسانية، أنا بحاجة لأعمل علاقة مباشرة مع المعلم وأتعلم عملية الحوار والعمل الجماعي والعمل التعاوني. وهي التجربة الإنسانية إحنا خسرناها في كورونا ودفعنا ثمنها باهظا لما رجعوا الطلاب على الغرف الصفيه، واشعرنا ان هناك في حاله من التوحد او طيف التوحد او العزله الاجتماعيه، بحيث الطالب اصبح له وحتى فاق التعليم، وفاق التعليم يعني حتى كبير على مستوى التعليم طبعا كبير جدا، يمكن لانه اصلا ما كنا مستعدين. بس مع ذلك انا دائما بحكي التعليم الوجاهي هو الاساس، تجربه انسانيه. التعليم الالكتروني على اهميته لكن مساند واضافي ومكمل، ما بستطيع احكي انه بديل عن التعليم الوجاهي، وخصوصا في الحياه المدرسيه. اما موضوع انه احنا الان في عندنا تحديات بسبب انتشار التعليم الالكتروني، طبعا الطلاب ممكن ياخذوا الواجبات على الجاهز من المنصات، الطالب ممكن يغيب ويحكي انه انا عندي مثلا والله محتوى موجود بحضر الدرس في البيت، لكن هذا الشيء للامانه بيعطي للطالب وهم التعلم وليس التعلم الحقيقي. لانه انا ممكن احضر فيديو تعليمي شخص يعلمني السباحه واشوف التكنيكات، يعني ارفع يدي بهذه الطريقه وبالزاويه هذه الطريقه وانا احضر فتصلني المعرفه، لكن هذا لا يجعلني أتقن عملية السباحة إلا إذا اشتبكت في ممارسة هذه العملية. وأيضا نفس الشيء وجودي أنا بالبيت على الجهاز وأنا طالب مدرسة بحيث أريد التعلم كبديل عن الغرفة الصفية، هنا يحرمني عملية الممارسة والتطبيق والمشاركة والتفاعل والتعلم من أخطائي واكتشاف نفسي. وهنا يمكن يأتي دور المعلم القادر طبعًا على أنه يعني يستخدم المعلومات الموجودة عند أي طالب حتى في مخزونه المعرفي، يستخدم التعليم الإلكتروني. وهنا بنحكي عن المعلم الميسر، ونتكلم عن استراتيجيات التعليم مثل التعليم المعكوس، انه انا اضع للطالب المعرفه. يمكن موضوع تاهيل المعلم هذا موضوع لوحده نحتاج الى نقد فعليا كبير جدا. شكرا لك الخبير التربوي حسام عوض، شكرا لوجودك معنا اليوم. صباح الخير. جمعه مبارك.